وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. ماذا يحصل مع موتسيبي في نهائي كاس العالم الأندية المقامة بالمغرب؟ موتسيبي جا حتى الشوط الثاني عاد وصل وعاد دخل الملعب، وبحكم انه كان جا قبل بنهار واحد المغرب، يعني كان في المغرب وجا الملعب حتى الشوط الثاني. حنا غادي نناقشوا هذا الخبر بالطريقه ديالنا ونضحكوا به شويه. هذا موتسيبي اللي حطوا فوزي القجع حاضر الكراغيله، الشهر كامل هو حاضيهم في داك الشان في بلاد اللي ما عندها شان، لا يديروا شي كارثه ولا يديروا شي مصيبه. دوك المساخيط كلشي ولا عايق بهم حاليا، اعطيهم شعارات يعطيوك البلاد بالشعب ديالها، فما كاين عمر الشكاره وخرج قول لهم نتوما اللي كاينه وانتوما الجزائر وانتوما وانتوما. سال الشان مشى بحاله، بقى كيتسنى عمي القجع يعيط له باش يجي يحضر في النهائي ديال كاس العالم للأندية. ها عمي القجع عيط، ها عمي القجع عيط. في النهار الاخير من الصباح هو كيعيط لعمي القجع، ما بغاش يجاوبو حتى العشيه. وا عمي القجع قالوا انا قطع الطياره جاي، تشك معايا تي لي ما والو، كيفاش عمي القجع؟ قالوا اسمح لي راكش قصار مع صاحبي انفانتينو وما مساليش ليك، اش كاين؟ وقال له ما عرفتيش عليا نجي نحضر النهائي. وقالوا شناك مشغول سير خليك تتسالي. قال له انا مسالي دابا، عرض عليا نجي، انا قطع الطياره وجاي. عمي القجع كان يقول له اجلس بحالك ولا حشم. قالوا دابا قطعتي قطعتي تعال. وقالوا ما تستقبلنيش في المطار. شكون انت؟ قالوا لا استقبل، اجي شط الطوبيس وسيرنا نعيط لواحد الاوتيل في الرباط تما يخلوا لك البيت ديال السطح سكون فيه. كاع ندير لك انا ما مساليش ليك، عندنا واحد الماتش انا وصاحبي انفانجينو كندير بيك. وعمي القجع استقبل، قالوا ما نهضرش معاك من جيش الطوبيس وسير سير الفندق الفلان الفلاني راه يخلوا لك البيت ديال السطح جلس فيه. قطع عليه عمي القجع. ها موتسيبي بقى مسكين، هذا هو اللي قلب عليا ياك حل مصاصط باقي ما شتي والو. موتسيبي باقي ما شتي والو، راه عاودوا لك على القجع ملي كيضحك كاع ما عاودوا لك ملي كيقلب وجهه. نصيبتناك حاضيهم كاجي داك الشيء الفلوس ديال الغاز، يا واش بغيتي تما؟ انهم هما اللي كاينا، ان تعال نوريك امك انهم هما اللي كاينا. ها هو المصفوط مرخاو حتى الشوط الثاني عاد جا حضر الماتش. عمي القجع انا تفاجئ، انت جيتي ولا زيد؟ جلس زيد، الماتش سالع جاي تا جلس. جلس هاك حزن فارق جلس. ها هو ضرب عمي القجع، قال له كيفاش صاحبي سبتي لي عطوبيس؟ صاحبي جاي داري، قال له اضرب شعر رجل من اللي وانا جاي. ايه ما عاودولش. قالوا تبارك الله الجمهور كاين. قالوا انت قاعد تلعب المغرب هذا هو. انا راه دار عند انفانتينو قالوا نسيتكم نسيتوني اصاحبي كتلعبوا بوحدكم الماتشات. قالوا انت هذاك الكرش عندك اش من كره تلعب؟ وهنا كنتاكدوا بان القجع ضابط الامور ديالو، عارف شنو كيدير، وكيف ما طالبناه انه يحط هذا السيد في الزاويه ها هو بدا كيتحط في الزاويه. الشان سالات، لا راكم غالطين، باقا ما سالاتش في الاعلام الجزائري. هاد البرتوش الرياض، هاد البلاطو الرياضي، انا بعدا والله الا ماشي كيضحكني، كيفربلني بالضحك. انا كنحماق على هاد البرتوش هذا، هاد البلاطو هذا، عرفتي عايشين في واحد الخيال وعايشين في واحد الحلم وواحد التناقض راه ما يمكنش. والقجع داير لهم دبره، القجع عيهبل هاد البلاطو هذا، عيهبل. خصنا نجندو، خص الدبلوماسيه تحرك، خص تبوني بعد من الزويره، خص الشنقريحه يبدل الشركه ديال ليكوج ديالو. خصنا نجندو ضد هاد السيد هذا، خصنا نطيروه. هاد القجع هذا راه كشنا، هاد القجع راه دار. وعلاش سيدي ما يجيش عندنا؟ ياك حنا عندنا السياده، قلنا له سيدي سير ضرب الدوره يضرب الدوره، حنا عندنا السياده، هو اللي ما عندوش السياده علاش ما يجيش؟ ياك محمد انتوما عندكم السياده، حنا ما عندناش السياده، ما بغيناش نجيو. هي تجعلوا عندنا صحه نجيو باش ننجحوا لكم نتوما الدوره ديالكم، ما بغيناش نجيو اسيدي. تقبل نجي انني نيشان وهذاك تجيب بيا الدوره سير بحالك. انت واش غنخلي هاد الملاعب شوف تبارك الله كيديروا نجي نلعب عندك في هذوك الحفاري ولا نمشي نقرض انا الدراري ولا جايب على الدراري ديال اقل من 23 سنه؟ شوف المصيبه الحفاري قداش، وشوف باقا كيتراسيو بالجير. انت شوف الفرق اصاحبي، واضح الفرق واضح وشاسع. ها انت كلشي قدامك، الوليدات عندنا مهلي فيهم، وشوف الملاعب كي دايرين. انت تجيبهم عندك الحفاري تما تقتلهم، وعاد باغي تجيب بهم الدوره سير تاليه وجلس وتسنى ودير ليسكار. هاي هاي على في البرنابيو، بارك عليك على الموزمبيق والنيجر وكذا، بارك على رامجا وصل خوك تما وشوف حالك. وعبد السلام ودو قالنا بانكم انتم اللي كاينه. ودي داك عبد السلام ودو دي شحال هضرنا معاه وشحال قلنا له حشم على دوك البنيات اللي عندك وراعي دوك البنيات، راه ما كنبغيو لا نسبوك لا ننقصوا منك لا والو. قلنا لك بان المشكل كان عندك مع رئيس المولوديه وجده، اما الشيفور ديال الكارليس الخك بيناتكم اسيدي. والشيفور قال لك ما تصورنيش وانت كتصور فيه، من حقه اخويا نضم الخك. شحال نديروا لك حنا؟ اش غيدير لك فوزي القجع؟ شحال ديال المدربين دازوا في المغرب؟ الركراكي وطارق سكيتي وهشام الدميعي عموته السلامي وزيد وزيد من المدربين، مال هادو كاملين نجحوا في هاد البلاد؟ انت بوحدك واخا سيدي شحال دابا من عام باش خرجتي من المغرب في هاد المجال ديال التدريب؟ سنوات دابا باش خرجتي؟ فين هو هاد الكاريير ديالك؟ قول لي هاد الفرق اللي دربتي
كلشي. ما انت فاشل اصاحبي ولا عيبك انت فاش. وانت خصك فيما تبغي تصلي الفجر صلي واحد ربعه الركعات بعد احمد الله وشكرك انت في العهد ديال طلال القرقوري وكنت مع الاسطوره نور الدين نيبت كانوا مغطين على الهفوات ديالك اللي كنتي كدير. خلي الشعب يحترمك اصاحبي، خلي الشعب المغربي يحترمك شويه. راه كتسئل نفسك ماشي كتسئل البلاد. المغرب كبير عليك وكبير على دوك اللي كتهضر معاهم. انت فقط كتسئل نفسك وكتسئل دوك البنيات مساكن اللي كنحترمو لهم وكنوجه لهم التحيه. دير بحساب راهم مغربيات وعندهم جنسيه مغربيه وانت راك تضرب في البلاد ديالك. كان عندك مشكل شخصي مع رئيس ديال بلديه وجده غتفكوا مع داك السيد. البلاد ما دارت لك والو، فوزي القجع ما دار لك والو، من تبقى فيك الحال صلخك الشيفور ديال الكار واش غنديروا لك حنا؟ قال لك ما تصورنيش ما تصوروش، علاش جاب هذا التليفون قال تصور في عبد الله؟ تا جابك الله بلاد سايبه ولا؟ والله تنخليكم تضحكوا شويه مع هذا البرتوش مع البلاطو الرياضي، احسن بلاطو في الجزائر، وشوفوا هذه القمه ديال التناقض اللي كيشوف فيها والخيال اللي عايش فيها ما يمكنش. خليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك، خليو لنا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. مي على لا كوب دافريك تاع 2025 هاد ليامات كنت غايب ما درتش عليها. فو فار اتونسيون فار اتونسيون خاطر سون كاباب دو تو هاد الناس هادوما سون كاباب دو تو مالغري عندنا لي ستاد عندنا لي موايا عندنا كدا. لازم لا ديبلوماسي تاعها تكون تاع الجزائر تكون متفطنه لواحد الدرجه اللي ما عندهاش حد خاطر سون كاباب دو تو هاد الناس هادوما. يعني في نفس السياق وفي نفس مسلسل يعني الفضائح لدى هذه هذا المنظمين وهذه الدولة يعني تصريحات اللاعب الدولي السابق لعبد السلام ودو لاعب الخالق الذي صرح حول غياب المنتخب المغربي قال أنشان قال فوزي القجع شوه صورة المغرب بعد انسحابه من الشان. نطلبوا من المخرج فقط يعطينا صورة التصريحات التي أطلقها عبد السلام موادو يؤكد فيها هذه التصريحات. عزدين صرح في هذا التصريح كما يظهر يعني التصريح الأول لقجع شوه صورة المغرب بعد انسحابه من الشان. يعني أكد وادو هذا مغربي وشهد شاهد من أهلها يعني إلى أنه لعب يعني وادو يعني إنسان خالق وإنسان محترم صرح يعني وجهت يعني الحقيقة يعني جاءت على لسان مغربي قال أنه لقجع شوه صورة المغرب بعد انسحابه من الشان. بيان سور تكلمنا عليها وهو فارقة ولا كما نقولوا اللعب هذا لعب عبد السلام ودو لعب في الفريق الوطني لعب في بروفيسيونال في فرنسا ولا انسان تاع كرة قدم. بيان سير ما شو هذه بارتيسيباسيون ما تجيش نتايا واش حاب يقول؟ كاين حاجه برك انا ثاني ترى انا ماني قلقتني شويه لي سانكسيون تاع لاكاف ما بانوش لحد الساعة. هو قال انه اللجنة قال هو تحقيق جاري حول الغياب وحول ملابسات الغياب للتأكد. دائما نبقاو مع تصريحات الاخطر يعني هذا اكدنا عليه عدة مرات انه الانسحاب من الشان يعني هو خطوة مستفزة وخطوة محاولة تشويش. هو مغربي يؤكد الكلام الذي تناولناه قال شوه صورة بلد بأكمله بعد انسحابه من هذه الشان الخضر. توافقوا في التصريح وفي الرأي حول هذه النقطة؟ أكيد. كيفاش أنت قرار شخصي تملي على بلد كامل ضحى بجيل كامل من جيل كامل حرام لو كنت الجيل هذا كنت تسأل هذا ودير كومونياج أونترتيا مع هذا الفريق المحلي المغربي يعطوك تصريحات عفوية. متأسفين اللاعبين المحليين المغاربة على عدم مشاركتهم في الجزائر باسكو حافز كبير يعني منافسة مع الجزائر ولا يعني الفرق أفارقة عندهم هي كيفاش نقولوا أغاف حلم يعني فرصة لهم باش يبرزوا. هو حطم طموحات كاع منتخب كيفاش أنت شخص يتصرف بطريقة شخصية يعني مقابل اغراض يونيلاترال اغراض شخصيه تضحي انت يا منتخب وطني كامل يعني انت المجتمع المغربي راه متاسف من هذه التصرفات هذا وشاهد شاهد من اهلك ما تفضلت. ها واحد منهم وتفضل بالشهاده تاعو هذه تعكس واقع المجتمع المغربي. وهذا راه انسان محترم ولد عائله وانسان محترف يعني او عارف واش راه يقول يعني مسؤول على كلامه
شاف باللي صح وهذه شوه صورة المغرب، هذه حقيقة شوه صورة المغرب في من انسحابه بعد انسحابه من الشان. وكان تسأل كذلك اللاعب في التصريح الثاني، قال ما هو القرار الذي سيتخذه فوزي القجاع في بطولة أقل من 17 سنة؟ هل سينسحب مرة أخرى وسيحرم منتخب أقل من 17 من المشاركة في هذه البطولة المؤهلة لكأس العالم لهذه الفئة؟ شوف على القجاع، أنا نقول لك منها ما هذه القناة هذه كمل في الرجلة تاعك وما تجيبهمش يديسات ما يجوش ساند ونشوفوا وين تروح بها. حنا كنا ضانين في الشان هاديان بور ابيزي لي زيسبريت و المجي تولي كرة قدم ما هي الى رياض دوك لي ايديسات كيفاش راح دير؟ كمل في رايك وما تجيبهم ثانيين، هذا واش نقول لك. يعني زيد جيل تاع يو 23 هلكتو، زيد هلك جيل تاع ايديسات، هذه هي هذه هي. وقال انه الجزائر تمتلك دول سياده الأخضر مثلها مثل جميع الدول وعلى الجميع احترامها لأنها هذا يعني شيء مفروغ منه، هذا قرار سيادي وجب على كل الدول احترامه وتنفيذه لنحاول المناورة. وكذلك أضاف ما فعله القجع هو هذا دائما عبد السلام ودو يتحدث، نطلب كذلك من المخرج يعود يظهر لنا الصورة مرة أخرى. ما فعله القجع هو سيناريو مأخوذ من روائع عدم كلاسيكيات سينما هوليود، يعني هذا نتحدث على كيف الطائرة التي كانت تشتغل والبعثة التي كانت تنتظر وكأنها تنتظر يعني التسريح من أجل الدخول إلى الجزائر، يعني كل هذا يعني تقريبا هو شبهه بفيلم هوليودي إن صح التعبير وحتى بوليودي نقولوا احنا، لأنه من كان يعني يعول أنه يشارك ما ينتظرش إلى آخر لحظة باش يسافر في آخر في اليوم يعني قبل اللقاء في يوم قبل بداية المنافسة، وهو الحائز على اللقب سافر بأقل من 23 سنة، يعني يوجد لاعبين في البطولة المغربية 24-25 سنة ما خداهمش، والواحد اللي ينوي يدافع على لقبه ياخذ افضل اللاعبين. انا كاينت نيه يعني واضحه من الاول انه لا يشارك وبقي فقط يعني يحاول يناور سينمائيا انه حضر الفريق وراح يشارك، ولكن هو لم يكن ينوي المشاركه اصلا، كل هذا لتشويش فقط عز الدين على الجزائر. شو نقول لك هذه كاع كيما تفضل عبد السلام ودو سين ميزون سان تاع سينما عالمية على كل حال، ولكن واش نقول لك والله غير كلمة شوه ماشي شوه شغل كرفص كاع لي ماتش تاع الفوتبول الماروكان هذا السيد هذا، ولا راهم ضانين باللي هو راهو يضارب على مصلحة الكرة ومصلحة الشباب تاع المغرب، العكس هو يضارب على قرارات سياسية الملك تاعه ولا مانيش عارفه، ويضارب على قرارات سياسية وراهو داخلها في سياسة ماهيش في الرياضة، هذه كاع سياسة. وبيان سور اوروزمون كون نو سوفيرين تاع حنايا اي كومون، ولا ما عندك سيادة انت واش راك دير انت روحك تروح كشخص كدولة ككل انسان عنده ان سوفيرينتي تاعو بيان سور، عنده شخصيته عنده قراره عنده كذا بيان سور كشخص وكدولة ومؤسسات بيان سور، بيان سور الجزائر عندها ان سوفيرينتي وعندها حق ديكتي لك مين تجي وما ما تجيش تدخل ولا ما تدخلش، وهذا شيء طبيعي ولازم تحترم هاد لا سوفرانتي هادي كي تجي البلاد لازم تحترمها. ايوا واش نقول لك هاد العباد هادو هم يخدموا بهم سياسيا برك، يخدموا به سياسيا هاد الانسان وراهو يجيب له ربي هو في دي بون شوز، مي راهو سكانتي ان جينيراسيون وراهو معول يسكانتي لي اوديسات هادوما تاني كيف كيف، هذيك هي هذه واش نقول لك دوك دخلت السياسه في الرياضه وطوها الناس كيما هادوما يدخلوها في الحيط.
يعني والخاسر الأكبر يعني هو الشباب المغرب الأخضر في الشباب المغربي هذا ما يبقى الشعب المغربي والشباب المغربي الخاسر الأكبر لأنه لما يحرم أقل من 23 سنة الآن كما قال عز الدين هل سيحرم كذلك أقل من 17 سنة على يكمل من المشاركة عنده نيف يكمل يعني عنده نيف يكمل ما تجيبهمش أكيد هنا نشوفوا يعني التصرف في أقل من 17 سنة ومن ينوي المقاطعة الأخضر يعني يقاطع من الأول يعني ما لا يفيد منتخبه إلى المطار يبقى ينتظر هذه كلها يعني مسرحيات هزلية ومسرحيات سيئة الإخراج من مخرج فاشل يعني فشلا ذريعا في تسيير يعني إن صح التعبير فريقه في البطولة الذي يعرفه الجميع حيث يعني حامت شبهات الفساد حوله وحول طريقة تسييره إلا أنه الأمر بتواطؤ من بعض يعني حلفاء داخل الكاف تم التستر عليه وتم يعني تمرير مرور الكرام ولكن هذه المرة تغيرت الموازين وانقلبت الأمور وهو يدرك جيدا الطرف الآخر يدرك ذلك جيدا لا مجال للعودة الآن إلى الوراء والجزائر في أفضل رواق للنيل كان 2025 الأخضر ربما عندك إضافة حول هذه النقطة أو ننتهي من الموضوع هي كي تشوف أنت هذا الشخص هذا في نقطة ضعف واضحة تصرف كيما هذا ضعيف ما يمثلش سيادة وطن تخلق سيناريوهات كيما قلت بولودية ولا ما بلش أنا ولا سيناريو تاع هوليوود كما تفضل مادو وادو عفوا دونك تشوف هذا يتلاعب بعواطف شباب يجيبهم المطار يعاود يرجعها تلعب انت بليزيمونسيون تاع دي جون سي غراف دونك هادو لي جون مي سون توشي او فون لعبت بلا كارير تاعهم لعبت بالعواطف تاعهم تجيبهم تحطهم في ان سيناريو للكامل العالم يضحك عليه سي غراف واش راه يدير هذا نقولوا فساد هذا باسكو راه يحوس يفسد عرس مغاربي ولا افريقي وما يقدرش الجزائر عندها سياده عليه وباعتراف المغاربه المجتمع المغربي دونك هذا التصرفات هذه لا مسؤوله وغير اخلاقيه دونك هذا الانسان انايا في نظري لازم السلطات الدبلوماسية تجند له باش ما يبقاش باسكو التمثيل تاعو اصبح يشوه ماشي للصوره تاع المغرب الصوره تاع المغرب العربي الكبير الصوره تاع افريقيا الوطن العربي واحد الشخص كيما هذا دونك هذا الشخص لازم نجندوا له بطريقه رياضيه من خلال انتخابات ولا لازم نقوى الدبلوماسية تاعنا ونحاول المكتب تاع كومونديج لافاف تاعنا تقوي روحها في الكاف تحاول توزيع هاد الاشخاص هادو باسكو هادو الاشخاص ما كي يشوفوهم حاضرين في كل مناسبه غادي يعكروا جو تاع شباب مغربي وافريقي دونك الناس يولي يخلق ثقافه الكراهيه هذه تتنافى مع الانسانيه دونك حنايا عندنا اون ديمونسيون انترناسيونال نحسنوا الصوره في العالم يجي كشخص هذا كما تفضل اخ عز الدين كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده تشوفوا فيديو جديد ديما مغرب